السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كي دايرين؟ مع الصحه، شخباركم؟ واش كتعاودوا؟ جابك اختي جابني الزمان. كي دايرين هانيين؟ اليوم البنات واحد الروتين اللي غيكون روتين ماضي بزاف، وخلاص انا عيان، عرفتوا؟ من دك 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 دك. يلا رجعنا من السفر، جينا شفنا الوالده، رجعنا البنات، رجعنا الشقة، عرفتوا؟ خليت الحوايج هكاك، والله الا خليتهم في المراح باش مشيت صبقت تما هي الاولى، شفتها وعاد رجعت. ايوا سلام. اي شعيكي كتايا يا هي تتجاب؟ قالت لي نورا جابني الزمان. نورا نشقى معاك كتايا، صافي الله يرضي عليك. بغيت تشقاي معايا نورهان؟ تعاوني الشام اختي، نبدا نجيب الخبز. واه سير اختي جيب الخبز، انا ما فيا ما يحرك الطوموبيل، جيب الخبيزات باش نبداو نشقاو ونديرو شي حاجه من ناكل. سيري البزطام هزي الفلوس. والله علم نتوما وصالكم. المهم جات في الفريكو جامي جبدو. المهم تي تنشوف، عرفت البنات الحوايج حاطاهم في المراح كيف ما جبناهم، خاصهم كاملين يتصبنوا لحقاش ديك ليميديتي. وبما اننا فاش كنا مسافرين واخا الحوايج ديال الوسخ كيداروا في ساك بوحدهم، وليني نور هان وسميتو ما عرفتش تيزديو يمكن الحوايج ولا شنو، ضروري خاص كلشي يتشمش وكل شيء يتصبن. وعاد الكوزينه راه لقيتها مجرتله مع البارح فطرنا ومشينا وخلينا الفطور اليوم، مانطو كتخربقوا تيوجدوا الدريات بالليل، ما عرفت اشنو كانوا كيديروا. المهم انا حقاش كنت مريضه عيانه، فاش جيت من سقسط تكيت، غادي نشوف الكوزينه حتى هي نجمعها نقادها. وهانتوما معنا في هذا الروتين هذا البنات، خليكم حتى الاخر الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا لايك وديروا لنا بارطاج وتخليو لنا التعليقات ديالكم الزوينه. انا البنات جيت للثلاجه، خاصني نمسحها، نضرب عليها بواحد المسحه هي هادي، ونعاود نستف فيها بحال ما طيجه هنايا هادي خسرات. لقيت هنايا شحال من حاجه بحال مطيشة البنات، لقيتها خسرات، خص يتضرب هنايا واحد المسحه. بعدا نشوف هادشي واللي بقى اللي مبقاش. ومشيت سافرت اكثر من سيمانه، طوموبيلتي كيف ما غسلتها كيف ما بقات هكا تدير. جيت لهنايا داك النهار وغد لي سته مغبره، انشاك الحلوه راهي بالشوكولاط اشنو تي يا رسلت، قلت سير غادي نبداو الريجيم. غادي البنات اللي متفق معايا يدير لايك، غادي نبدا الريجيم النهار مع الدكتوره اكرام ياسر، لحقاش راه فعلا فاضت
الا بقات على هاد الحاله هذه راه غادي السونه نيشان. يلا ديروا لايك البنات. ديروا لايك للنور هذا يجي ياكم ديروا نور هان هاد السليخ هذا خسر الريجيم وياكم ديروا لايك. الناس غادي يشريوا الادوات المدرسيه ما بقى والو للدخول وانا غنشري قنبه والله العلي العظيم ها يزيد الله في الرزق ونبغي نبدل الثلاجه لان الثلاجه ديالي البنات خايفه والله عظيم ندير كاميرا في الكوزينه غادي ندير غادي نشري ثلاجه بالسوارت لا غادي ندير الكوزينه نهار نشريو شي بارطمون ولا شي حاجه ندير الكوزينه قفل وياكم ديروا لايك وياكم حيدي حيدي كتظلمي حيدي 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 اوه امشيتي ضربتي تعيتي رجعتي عمرتي ليا الصاله يلا حشومه نجفف خاصني نجفف هاتو ما البنات والله الا عرفتو شحال جبعت واو الدليل الدليل واشنو راه الويفره ولا طالب الشرع شي صاوب غسلو عتب هو الصراحه البنات راه الصاله تنحس بها مغبره لحقاش هذاك الباب ديال الباركو تيتحل بوحدو بوحدو ولاني دابا ما غادي ندير لها والو ما غاديش نحيد الفراش ديالها حتى من بعد لحقاش عدي عندي الحوايج خاصهم يتصبنوا ونكمل الصابون ديال الحوايج راه نديرها دابا في الماكينه وعاد نهار اخر عاد نصبن فيها لا دايره فيها ما طيش انتما البنات انا راه باقا ما ساليتش قادرت ليهم لي بات ما عرفتش مال التليفون مضبط هادي لي بات ديالي انا خليت لا صوص طوماط طيب ونزيد عليها الطون والفرماج ها هو راه درت للبنات هذاك المربع والاخر ديال اختك نزيد واحد الحبه ديال الطون لحقاش انا عزيز عليا الطون هو انا راه بزز واحد الحك ديال ما ديال الطون حتى لقيتو ديال الزيت بزز تفكيتو ندير دابا ندير الفرماج عاد نهز لاصوص ديال البات هما البنات راه قرابيني ساليو ديالهم انا يلاه حطيت جبت الخبز صراحه بغيت نطيب شي حاجه ولكن ما بقاش ليا الوقت كون عارفين ما تيكون التخمال خاصة عندي باني شتك من هنايا جبت وتقيتي هذيك لا شتك يلا انا البنات راه سالينا دابا الغدا واش مع الطبله سيري حط هذوك الحوايج ديالك اسي لا دا. يلا باش تجفي معايا واحد الجفيفه انا قريبا نسالي راه كنعاد نتكيه نورا تنوض تجمع شعرها لا هذيك ما تديرتي شي حاجه انا راني هنا حاطه الحوايج في لاكور البنات كنصبر فيهم بشويه بشويه كنت لقيت الماكينه خاسره تنقول مناش مناش عرفتو الماء والو ما كيبغيش يتحرك من عدا وليت حليتها من اللور فلقيت تقريبا كانت صبنات الوالده من نهار صبنات الوالده اخر مره دخلت شي حاجه دقيقه لحقاش انايا اللي عارفه الماكينه ما كنتش لقيت ليها هذيك اللعيبه ما عرف شكون هي شكون كي داروا ليها ما عرف المهم فاش ما لقيتهاش وسميتو وليت كندير دائما شي فوطا ولا شي حاجه باش كنغطي ديك الشبيكه ما بقاتش فوليت كندير شي فوطا فاش جات واحد المره الوالده وصبنات ودارت دوك الحوايج الرقاقين بحال سليبات بحال وتيطيروا لان فاش تبدا الماكينه كدور تيطيروا طار ودخل لداخل وسدت التيو تنقول انا مناش مناش حتى دابا فكيت الماكينه من اللور
عاد لقيت فعلا بلا راسليب ديال نورهان هو اللي شاد الماكينه. وعاد يلا انا دخلت حتى دابا الحوايج، انا دا غادي تعاوني غادي نضربها. بقات لنا عند شفيفه هي اللي بقات لهم الحوايج لان ما عنديش نشاشر بزاف، فغادي نجمعهم حتى الغدا ان شاء الله. عاد نكمل الصابون ونجمع صافي ونجلس ندير واحد القهيوه ونبينا. والله واش ديت كنت نوري لك نتوما شتو شتو فين تكيا ما كاينش فهاد العالميه كاع. يلا نوض 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 سيري دخلي تعومي. يلا يلا سربي 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 داك الراس ما نصيبوش كنت مشي انت في مره اخرى. علاش ما ندوش؟ سيري خلاص يلا ما نمشيش ليا انت كاع ندوش. سير سير راسك سير راسك سير حيدها ندى ندى. لا ما غندير لا اغنيه لا والو. جيتي زوينه تدير لي خاطري. لا ماما ما تندير لك خاطرك الا جيتي زوينه. ها هاد جات بعد جات كلشي جاك زوينه صحه وراحه. نشد الطبو ديما سميتو ديال نورهان الكواغط ديال الحلوه شتو هالكواغط. عاودت تقولك انا هادو البنات هنايا راه كنعسو انا ونورهان مع دابا الصاد كنعسو انا وياه ولاني مخصاش جالس الدب. البنات راه سالينا وجمعنا اختي عيتي نادر عاونتني عياد صالحه حتى نورهان حتى هي ما نكذبوش على الله نورهان كملات لنا لاكور جمعنا وقادينا عرفتوا شحال مزين ونقي لا بقى. ولاني غنقول لكم ليله يلا اللي عنده الدراري الصغار ما تخليو لي حتى شي حاجه زاكيه ما تخليو لي حتى شي حاجه هي هذيك. المهم انا دابا راه غسلت بوطاجي قديت وعاودتو جمعت جففت عا شويه طلع نورهان تبدا عاوتاني تجبد اولا انا دايلا ناضت بطيب ولا شي حاجه تصدق بحال لا حتى شي حاجه ما كاينه اللي راه مفرشه ليا انا ونورهان باش الوقيته اللي غدير تبغي تنعس الارض كاين الصهد عندنا في قيب مصالح بزاف البنات فدابا ما كاين غير الارض تفراش ديال الارض
البونج راه غا اللي بغى يخلي غا ديكور لا كاين اللي تيجي عندو الضيافين لا شنو انا مع ما تيجي عندي حد واخا نحطوك البونج اللي راه غا بحال ديكور صافي ديك الطبله غا شويه ونحطها بين ما صبنت الناب ديالها كنت صبنته ونسيتو في لاكور ملي رجعت لقيتو عامر غبره وعامر عجاج وصاب عليه الشتا قلت صافي حتى من بعد مره اخرى وعدا سميتو نصبنو حتى هويا نشرت الحوايج قاديت كلشي مع لاكور مع البرد غنمشي دابا ندير واحد القهيوه نشربها ونتكا نجبدها بواحد النعسان البنات علاش لان غدا ان شاء الله عندي شحال ديال الشقه وشحال ديال الجري جري وشحال ديال التماره غدا ان شاء الله غادي نبدا عندي شي تخربق كنوجد لي ان شاء الله الدعوه معايا البنات ربي يسهل لي الامور يا ربي يقاد الوقت كاع اللي تيضرب على طرف ديال الخبز يا ربي امين البنات ايوا اش نقول لكم نخليكم دابا ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله على القناه شكرا لكم على الدعم ديالكم على الحب ديالكم وبسلام عليكم